أنا الإنسان، برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الإنسانية ودورنا في إدارة التنوع في الحياة، وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح وإثراء العالم. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان. أنا الإنسان هو برنامج يبني أمل وممارسات التعايش، ويستهدف إلقاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه. أنا الإنسان يعيد النظر في علاقاتنا الإنسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الأمة ويبحث في الهوية الوطنية. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم أنا الإنسان، حيث سنتناول في هذه الحلقة التعايش مع أعمارنا ودورنا في كل مرحلة من رحلة الحياة، فمرحبا بكم. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. أيامنا تمضي أيها الأحبة ويمضي مع العمر، ولكنه يمضي بمقادير مكتوبة إلى أن تنقضي رحلة الحياة. ومنظر النظرية الإدراكية التطورية ومنهم بياجيه يرون أن التطور الخلقي يحدث بشكل مرحلي ومتتابع مع التقدم بالعمر في إطار النمو العقلي والمعرفي للفرد. وفي المنظور الإسلامي فإن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدعونا إلى غرس سلوك العطاء للفرد والمجتمع، فيقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقد أظهرت الدراسات التي قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في أحد الدول العربية إن أغلب حالات الطلاق التي تقع بعد سن 50 ترجع إلى العزوف العاطفي وبحث الزوج بصفة خاصة عن امرأة أخرى تلبي لاحتياجاته النفسية والبيولوجية. وتقول الدكتورة هناء الجوهر أستاذ الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تقول: نطلق على هذه الفترة من المنظور الاجتماعي دورة الحياة، وهي مرتبطة بالعمر ومدى الإنجاز الذي حققه الإنسان في حياته. فالمرأة أولا طفلة، ثم طالبة، ثم تكون عاملة، ثم ربة منزل، وهذه كلها إنجازات. وكذلك الرجل، وكل دورة حياة لها مشاكلها المرتبطة بها. فالمرأة العاملة وصاحبة الأسرة لها مشاكلها الخاصة بالشغل، بالإضافة إلى المشاكل التي تتعلق بالأولاد والأسرة. كل تلك المشاكل تؤثر فيها وتحاول أن تنجز فيها، ولذلك تظهر هذه الأزمة عندما يشعر الرجل أو المرأة أنه لم يعد هنالك المزيد من الأمور التي يفعلونها. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال،
لو أن لعمري ميزانا ما المكيال، فيقاس العمر بأيام أم أعوام. فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. ولقد أظهرت أبحاثا أجرتها الدكتورة روبين جوتريج من جامعة سنترال إنجلند في بريطانيا على 12 حالة زواج ناجحة وطويلة أن هنالك ثلاثة مراحل تمر بها العلاقة الزوجية. المرحلة الأولى من أعمارنا هي مرحلة الاختبار، وهي المرحلة التي تشهد تنازلات لإرضاء الطرف الآخر، ويبدأ في هذه المرحلة الواقع يحل محل الأحلام الوردية والأوهام الرومانسية. وفي المرحلة الثانية عندما يدخل الأطفال في المعادلة، فتبدأ عملية البناء التي تتطلب من حياتنا كزوجين العطاء دون انتظار شيء مقابل. أما المرحلة الثالثة من رحلة الحياة فهي التي نتغلب فيها على ما يأتي في منتصف العمر، وهذه هي المرحلة التي يكون عليها الزوجين في تحدي كبير. فعلى الزوجين أن يتقبلا حدوث تغيرات كبيرة في حياتهما بدلا من رفضها ومقاومتها، كما أن عليهما أن ينظرا إلى المصاعب التي يواجهانها على أنها دروس يتعلمان منها، بدلا من أن ينطلقا إلى الصراع بينهما. فدروس الحياة في المرحلة الثالثة يفترض أن تعلمنا إلى أن كيف ننطلق إلى الأمام ونبدأ حياة جديدة، ونبدأ في التركيز على الجوانب الإيجابية من حياتنا للتركيز على الجوانب السلبية في علاقتنا، ونبدأ في الانتباه إلى الجوانب الإيجابية في كل رحلة الحياة وما نريد أن نحققه أكثر في الرحلة القادمة أو المتبقية من الحياة. يقول أحد العلماء: حينما سألوني ماذا تعلمت من العمر الذي مضى، أجبت: تعلمت أن الدنيا سلف ودين، وتعلمت أن المظلوم لابد له من انتصار ولو بعد حين، وتعلمت أن سهام الليل لا تخطئ، وتعلمت أن الحياة يمكن أن تنتهي بأي لحظة ونحن على غفلة، كما تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم هو رأس المال وهو الأخلاق، وتعلمت أن أغنى إنسان في العالم هو الذي يملك قوت يومه والصحة والأمان، كما تعلمت أنه من يزرع الثوم لا يجني الريحان، وأن العمر ينتهي والمشاغل لا تنتهي. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. وقصتنا لهذا اليوم قصة قصيرة عن امرأة صالحة كان عمرها فوق 90. يقول ابنها: في يوم من الأيام جاءني قريب لنا وأمي جالسة عندي، فلما دخل قال: ما شاء الله، الوالدة عندك؟ أي يعني في البيت؟ فقلت: لا، أنا عندها، وذلك من باب الإكرام لها وهي كانت تسمعنا. فقالت الوالدة: لا يا بني، عندما كنت صغيرا كنت عندنا، ولكن لما كبرنا صرنا نحن عندك. ألم تقرأ قول الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما؟ يقول الابن: كأني لأول مرة أسمع هذه الآية. كل شيء في الوالدين يضعف مع تقدم السن ورقة العظم، إلا عاطفة الأبوة والأمومة فلا تزداد إلا قوة. نعم أيها الأحبة، لقد تعايشت هذه الأم مع العمر ودورها في الحياة
ففهمت الحياة وفهمت كيف توجه ابنها لمعاني المحبة من جديد. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة على الحب والمودة بإذن الله. أنا الإنسان، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي.